بالفعل داليا، بعد 6 أيام من اجتماعات المسار الدستوري الليبي هنا في القاهرة ما بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين هنا في القاهرة في إطار هذه المبادرة التي جاءت من الأمم المتحدة وعلى لسان مبعوثة الأمم المتحدة المستشارة ستيفاني ويليامز، هذه الاجتماعات وبعد 6 أيام خرج عنها بيان مقتضب للغاية وبعد التصريحات الموجزة لستيفاني ويليامز حول هذه الاجتماعات، قالت فيها ان تلك الاجتماعات كانت جرت في اجواء ايجابيه وجرى التوافق حول العديد من النقاط، لكن دون ايضاح ما هي تلك النقاط الخلافيه التي تم التوافق عليها، فقط تم الاشاره الى انه تم التوافق بشان اللائحه الداخليه لعمل تلك اللجنه المشكله من اعضاء مجلسي النواب والدوله الليبيين دون التطرق الى باقي المسائل الخلافية فيما يتعلق بتلك الاجتماعات. بتواصلنا مع مصادرنا من داخل تلك الاجتماعات من أعضاء مجلسي النواب والدولة قالوا إنه فقط تم التوافق على اللائحة الداخلية لعمل تلك اللجنة واستكمال عمل تلك اللجنة عقب عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على أنه لم يتم التأكيد حتى الآن على مسألة استضافة القاهرة مرة أخرى للجولة الثانية من تلك الاجتماعات أو انعقادها في تونس كما قال بعض الأعضاء من مجلس النواب الليبي، أو أن تكون تلك الاجتماعات في الداخل الليبي نظرا لمطالبة العديد من الأطراف في الداخل الليبي بضرورة عقد تلك الاجتماعات في الداخل الليبي. إضافة إلى تلك النقطة الخاصة بعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، جرى الاتفاق أيضا على أنه سيتم العمل على تنقيح وتنقية وتعديل بعض المواد الخاصة بالمسودة الدستورية التي جرى الاتفاق عليها من خلال الهيئة التأسيسية في العام 2017، وأنه لن يتم العمل على قاعدة دستورية جديدة كما كانت المطالبات من جانب مجلس الدولة الليبي وكذلك أيضا في محمد المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، وقالت أنه سيتم الاكتفاء بالتعديل على تلك المسودة بما يتوافق مع إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت. نعم.